السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا أبطال الصف الأول الرائعون. أشكركم جدا لأنكم تتابعون الدروس دائما. أنا سعيدة جدا بذلك. اليوم هو الأحد 29 من شهر آذار 2020. والآن دعونا يا صغاري نتذكر عن ماذا تحدثنا في الحصة السابقة. إذن يا صغاري، تحدثنا في الحصة السابقة عن المجسمات. أحسنتم، ممتاز. تحدثنا عن المجسمات وقمنا بذكر بعض خصائص هذه المجسمات مفصلة. دعونا الآن نتذكر أسماء هذه المجسمات وبعد ذلك نتحدث عن باقي قبل أن نعدد أسماء المجسمات التي تعرفنا عليها بالحصة السابقة، نريد بداية أن نتحدث عن الأشكال وهي ثنائية الأبعاد، وعن المجسمات وهي ثلاثية الأبعاد. ولكن ماذا تعني كلمات ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد؟ دعونا نرى. كلمة ثنائية الأبعاد تعني شكل مسطح، كما ترى هنا هذا مربع، هذا هنا مربع وشكله مسطح. ماذا نعني بكلمة مسطح؟ كلمة مسطح تعني أننا لو قمنا بوضع هذا المربع على طاولة أو على الأرض فإنه سوف يكون متساويا مع السطح. هذا معنى كلمة مسطح. هل تشاهد؟ إذا قمنا بوضع هذا المربع على سطح طاولة فسوف يكون متساويا مع سطح الطاولة، ليس له ارتفاع ولا أبعاد ولا يمثل جسم. إذن هذا هو مسطح. وتحدثنا عن الأشكال وهي مثلث ودائرة ومستطيل ومربع، هذه هي الأشكال. أما المجسم فهو جسم له ارتفاع، جسم له ارتفاع يمكن مسكه، يمكن دحرجته، يمكن أن أضعه بعضه فوق بعض، وهو ثلاثي الأبعاد. هنا ثلاثي الأبعاد. أما الشكل العادي فهو ثنائي الأبعاد. إذن هذا الفرق بين المسطح والمجسم. مسطح هو ثنائي الأبعاد، أما المجسم فهو ثلاثي الأبعاد. وهذه بعض المجسمات التي ذكرنا أسماءها. نرى هنا بداية المكعب، تحدثنا عنه في الحصة السابقة. ترى هنا المكعب، تحدثنا أنه له كم وجه يا أول؟ تذكر كم وجه. هذه وجوه المكعب جميعها، له ستة وجوه. أحسنت، ممتاز. ها هي وجوه المكعب، ها هي وجوه المكعب. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هذه ستة أوجه للمكعب، وتحدثنا بشكل مفصل عن ذلك، وهو عاد كما كان مكعبا كاملا. أما حروف المكعب، كم حرفا للمكعب؟ كم حرفا للمكعب؟ دعونا نتذكر، تحدثنا عنه بالحصة السابقة. أحسنتم، كم حرفا للمكعب؟ له 12 حرفا كما تشاهد. ها هي حروف المكعب، ها هي حروف المكعب في جميع الاتجاهات. إذن هو له 12 حرفا. انظر، 12 حرفا، ممتاز. والآن كم رأسا للمكعب؟ قمنا بعدها في الحصة السابقة. تذكر يا صغيري، أنت رائع. إذن له 8 رؤوس. دعونا نشاهد، له 8 رؤوس. انظر، له 8 رؤوس. أحسنتم، ممتاز. وهكذا تحدثنا عن المكعب بشكل مفصل وعرفنا كم وجه وكم رأس وكم حرف. هذا متوازي مستطيلات، هل تتذكرونه؟ نعم طبعا، متوازي مستطيلات وجهه مستطيل
وجهه مستطيل كم وجها لمتوازي المستطيلات، هو يشبه المكعب كثيرا له. أحسنتم، له 6 وجوه، وله 8 رؤوس، وله 12 حرفا، يشبه المكعب تماما. أحسنتم، أنتم رائعون. أيضا يا أول تحدثنا عن أحد المجسمات وهي الكرة. الكرة أيضا مجسم. أحسنتم، كم حرفا للكرة وكم رأسا وكم وجه؟ انظر لها جيدا. رائع، أنت ممتاز. هي ليس لها أحرف وليس لها وجوه وليس لها رؤوس. ممتاز. دعونا نشاهد أمثلة على الكرة مثل الكرة الأرضية. نحن نعلم أن الكرة الأرضية تشبه الكرة وكرة القدم. أحسنت، ممتاز، أنت تحب اللعب بها، هي مجسم إذن دعونا الآن نقوم بعد جميع المجسمات، نقوم بعد وذكر أسماء جميع المجسمات. دعونا نرى، هذا هو المكعب من كافة الجهات، صغير كبير. أحسنتم، هذا هو المكعب، متوازي مستطيلات، هذا أيضا مجسم، إنه مجسم له أبعاد مختلفة. أحسنتم، متوازي مستطيلات، تدرب على كتابة اسمه يا أول، ذلك ضروري جدا، تدرب على كتابة اسمه غيبا. هذه أحجام مختلفة لمتوازي المستطيلات. المجسم الثالث هو الكرة، إنها كرة كما تشاهد، ليس لها وجوه ولا رؤوس ولا حروف، كرة. أما المجسم الرابع فهو اسطوانة، انظر إلى اسطوانة، أيضا تدرب على كتابة اسمها غيبا، وسوف نتحدث عنها مفصلا. هذه اسطوانة كما تشاهد، هذه اسطوانة، إنها إحدى المجسمات. أحسنتم، أيضا هذه اسطوانة وهذه اسطوانة، وهذا هو المجسم الرابع، إنه المخروط، إنه مخروط، انظر له واحفظ اسمه جيدا، اسمه مخروط. أحسنتم، ممتاز، انظر كيف شكله، هذا أيضا من المجسمات. أحسنت، ممتاز، ممكن أن يأتي بهذا الشكل أو هذا الشكل، جميعها اسمها مخروط. هذه هي المجسمات الهندسية، هذه عائلة المجسمات الهندسية. دعونا الآن نبحث عن المجسمات الهندسية في حفلة رامز. انظر، هذه حفلة عيد ميلاد رامز. أين المكعبات؟ أين المكعبات؟ انظر، أحسنت، هذا مكعب، أحسنت. فلنبحث عن متوازي المستطيلات، ابحث عن متوازي المستطيلات. أحسنتم، هذا هو. هل يوجد أحد آخر؟ نعم، إنهما اثنان، ممتاز. والآن أين المجسم الذي يظهر الكرة؟ أحسنتم، شكل البالون كروي، إذن هو مجسم للكرة، ممتاز. هل يوجد مخروط؟ نعم، هذه الأشكال تمثل المخروط، ها هي هنا في الأسفل، هذه الأشكال مخروط. هل يوجد اسطوانة؟ هل يوجد مثال على الاسطوانة؟ أحسنتم، إنه في شكل الكيك. أحسنت، إنه يمثل الاسطوانة، ممتاز، ممتازين يا أما الآن يا صغاري، دعونا نعود لصديقتنا هند التي كانت تتجول في الغابة في الحصة السابقة،
ورأت 3 أصدقاء وهم الكرة ومتوازي المستطيلات والمكعب، وأصبحوا من أصدقائها المقربين. فلنشاهد اليوم ماذا رأت هند في هذه الحديقة. دعونا نرى هند ونعلم ونعرف ماذا حصل معها. شاهد وانظر. كيف حالكما يا صديقي؟ فقد شد انتباهي قربكما من بعضكما كثيرا، فهل من الممكن أن أعرف السبب؟ أولا سوف نخبرك بخصائصنا وسوف تحكمين بنفسك. أنا المخروط، لي رأس واحد ووجه واحد دائري وليس لي أحرف. أنا لي أيضا 5 رؤوس وثمانية أحرف وخمسة أوجه، أحدها مربعة والبقية مثلثة الشكل. يا لجمالكما، يوجد شبه كبير بينكما. نعم، كثير من أصدقائنا من لا يفرق بيننا، فأحببنا أن نتحدث عن خصائصنا لكي نبرز أوجه الاختلاف، ولكننا نحب بعضنا كثيرا لأننا نتشابه نوعا ما. شكرا شكرا، لقد وصلت لنتيجة كنت أبحث عنها، وهي أنني أنا وصديقاتي دائما ما نخلط ما بين الهرم والمخروط، فأنت يا الهرم تذكرني بالأهرامات المصرية، وأما المخروط فأتذكر دائما حفلاتنا وقبعات الحفلات. إلى اللقاء يا هند. إذن صديقتنا هند حدثتنا عن المخروط وحدثتنا عن الهرم. المخروط له قاعدة، وجه واحد، لونه حركته دائرية، شكله دائري، وله رأس واحد، له رأس واحد. أما الهرم، الهرم له 5 رؤوس، 1، 2، 3، 4، 5، وله 5 وجوه، وله أحرف. دعونا نعد الأحرف، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 أحرف. هذا هو الهرم. دعونا نتحدث عنها بشكل مفصل كل واحد. إذن يا أول، دعونا نتعرف هنا على الهرم. انظر، هذا هرم من المجسمات، من المجسمات ثلاثية الأبعاد. دعونا بداية نرى كم وجها للهرم. انظر، 1، 2، 3، 4، شكلها مثلث، والخامس هي القاعدة وشكله مربع. إذن للهرم 5 وجوه، الهرم له 5 وجوه. أحسنتم. والآن دعونا نرى كم حرفا للهرم. كم حرفا للهرم؟ 1، 2، 3، 4، أحسنتم، 5، 6، 7، 8 أحرف. إذن له 8 أحرف. أحسنتم. والآن دعونا نرى كم رأسا للهرم. كم رأسا له؟ الرأس هو نتيجة التقاء حرفين أو أكثر. رأس، 2، 3، 4، 5. أحسنتم، رائع، له 5 رؤوس. إذن يا أول، الهرم يوجد له 5 رؤوس. أحسنتم أنتم، رائعون. إذن يا أول، هذا يسمى هرم، وهو مجسم. عدد أوجه الهرم كما رأينا سابقا، دعونا نشاهد حتى نتأكد من هذه المعلومة. عدد أوجه الهرم 4 وجوه مثلثة، وقاعدة بالأسفل مربعة. إذن له 5. إذن يا أول، هذا هو الهرم، هذا هو الهرم. عدد أحرف الهرم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 أحرف. انظر وشاهد هذه الأحرف. إذن له
8 أحرف كما تشاهد. هذا مجسم ثلاثي الأبعاد. عدد أوجه الهرم، دعونا نرى عدد أوجه. انظر، القاعدة مربع وباقي الهرم مثلثات، له 5 وجوه. انظر، ممتاز، هذا الهرم له 5 وجوه. دعونا نرى كم رأسا للهرم. إذا انظر عدد الأوجه، هذه هي أوجه الهرم. هذا هرم مفكك، انظر إليه جيدا. عدد رؤوس الهرم، الرأس هو التقاء حرفين أو أكثر. 1 2 3 4 5 رؤوس، أحسنتم، له 5 رؤوس. ممتاز يا أول، أنتم رائعون، احفظ هذه المعلومات جيدا. عدد أحرف الهرم 8، والرؤوس كم؟ 5، وأوجه الهرم 5، 4 مثلثات ومربع في الأسفل. احفظ هذه المعلومات جيدا، أحسنتم. والآن الأسطوانة، دعونا نرى الأسطوانة من ماذا تتكون؟ هل لها أحرف؟ لها حروف؟ لا. دعونا نرى وجه الأسطوانة، لها وجهان، واحد بالأسفل وواحد فوق. انظر، هنا لها وجه وفي الأسفل لها وجه. هذه أمثلة على الأسطوانة. الكوب أيضا من الأمثلة على الأسطوانة. هذا المخروط، المخروط له رأس واحد وله وجه واحد في الأسفل، له رأس واحد ووجه واحد فهو بالأسفل. إذن له رأس واحد ووجه واحد، يسمى مخروط، أحسنتم. ليس له أحرف، أحسنتم، رائعون. مثال عليه هذا القمع، مثل شكل المخروط، قمع الآيس كريم. هل تحبون الآيس كريم؟ طبعا. قبعة الأطفال أيضا تشبه المخروط، أحسنتم. علامات تحذير المرور، هل رأيتها في الشارع؟ أيضا تشبه المخروط، رائع. يا صغيري، تحدثنا اليوم عن مجسمات، تحدثنا عن الأسطوانة، انظر لهذا الشكل، هذا يسمى أسطوانة. الأسطوانة لها وجهان دائريان وليس لها أحرف، احفظ هذه المعلومات جيدا واكتبها في دفترك مع رسم الأسطوانة، أحسنتم، ممتازين. أيضا يا صغاري، تحدثنا عن المخروط وقلنا أنه له وجه دائري واحد وله رأس واحد وليس له أحرف. أيضا قم بحفظ هذه المعلومات جيدا ودونها بدفترك مع رسم المخروط، أحسنتم. إذن هذا هو المخروط، له وجه واحد ورأس واحد وليس له أحرف، أحسنتم. إذن يا صغاري، كان درسنا لهذا اليوم عن المجسمات الهندسية، وقلنا أنها ثلاثية الأبعاد، وقمنا بعد أسمائها، وقمنا بعد الأحرف والوجوه والرؤوس لكل مجسم من هذه المجسمات. احفظ هذه المعلومات غيبا، واحفظ كتابة اسم كل جسم من هذه المجسمات غيبا، وقم بحل تمارين الكتاب صفحة 18 و19، أحسنتم، وقم بحل ورق العمل الموجود بعد هذا الدرس. أنت رائع وممتاز، وسوف أقوم بمتابعة الواجب من خلال إرساله على الواتساب، أحسنتم، أنتم رائعون، ممتازون يا أول، بوركتم يا صغاري. إلى اللقاء في الحصة القادمة.